اهتم باللائي. انا مش عايز حد فيكم ينزعج لما يقول كلمه في حق هذا البلد ولا يكشف مؤامره للاخوان ويجد اللجان الالكترونيه تنزل عليه او تشوهه او تعمل او غيره. لا لا لا، دول 50-60 واحد، كل واحد عنده يعني لينكات وعنده شغل وعنده خش واطلع واعمل البتاع، واللجان دي شغاله عشان تشوهك. لا، احنا لينا ثوابت، من ثوابتنا حماية الدولة الوطنية ومؤسساتها، دي ما فيهاش كلام، دي لا ليها علاقة بتأييد ولا معارضة. عايز بقى ليك وجهة نظر سياسية في النظام في غيره مع أو ضد، دي حقك، ما احنا مش هنصادر الآراء ولا نقفل البلد، لا ده حقك. الحرية نضلنا من أجلها كثيرا ودفعنا الثمن كثيرا، فالحرية مضمونة ومكفولة بمقتضى الدستور. إنما تيجي سعادتك كل شوية تشكك للجيش وفي الشرطة وفي البتاع، ويبقى هدفك إسقاط الدولة أو إنك توصل الناس إنها تثور على الكيان الوطني ومؤسسات الدولة الوطنية، لا اسمح لي بقى، والله ما تضرب راسك في الحيط. حرية إيه دي؟ مش حرية، دي مؤامرة على البلد، البلد اللي بينهض، اللي بيقف على قدميه، البلد اللي تمنى ان يشوف قائد وطني ينقذنا. ما هو ده اللي مش فاهمه الناس، او بعض الناس عندهم الدنيا زي ما احنا شايفين. لا، ده في دوله وليها خطه وليها استراتيجيه وليها خطوات تكتيكيه. لما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلوا هاري، كان يعني بطلوا تشكيك في كل حاجه. كل واحد عمل نفسه وزير دفاع، الحرب اعمل بتسوي يا سيدي. القرار لدى القيادة السياسية العسكرية، هي اللي بتاخد القرار في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. بس أنا عندي ثوابت، مفيش تفريط في نقطة مية من مياه مصر، أمن المائي خط أحمر. كل اللي احنا عايزينه يا جماعة هي قضية الثقة. الناس عندها أزمة ثقة في كل حاجة، الناس بتردد الإشاعات وهي كاذبة وهي عارفة أنها كاذبة. السوشيال ميديا مبوظة عقول الناس، بدل ما ناخدها في جانبها الإيجابي للأسف أي واحد يروح يعمل له صفحة ويشتغل على زي ما هو عايز. لا، لازم يتحط حد للحاجات دي، لحماية المجتمع وحماية الوطن وحماية خصوصية الناس وحماية أعراض الناس وحماية القيم الأساسية اللي اتداس عليها بعد 25 يناير، واللي اتدمرت في كل بيت، واللي أشعلت الحروب في بيوتنا، واللي طلع لنا شوية ناس مشوهين قيميا وأخلاقيا، حطوا رجل على رجل في الفضائيات وادونا دروس وعظات وعبر. فوق 50 سنة ده يروح، فوق مش عارف ايه ده يعمل. لا، دي مصر، دي مصر الكبيرة برجالتها وسيداتها وشبابها، دي مصر بمرجعيتها، كل رجال الدولة المصرية في كل العصور وفي كل الأزمنة. طالما لم يتورطوا في مشكلة ولا غيره، لا يجب أن تشن هذه الحروب المكرسية ضد أي حد، لا ما ينفعش.